واحنا بنتكلم عن التعليم خليني ده رقم صعب شوي. نقيب المعلمين حسب زميلتنا ايه دعبس في اليوم السابع بيقول ان في 7000 معلم بيخرجوا على المعاش شهريا منذ اول 2022. 7000 معلم، ده رقم مش قليل. والعجز وصل ل 50% ببعض الادارات التعليميه بكل التخصصات والتعليم الفني ومسابقه 30000 معلم او للغايه لحل مشكله اعداد المدرسين. طيب هياخد استاذ محمد عبد الله امين عام نقابه المعلمين يوضح لنا الامر بالظبط. يا استاذ محمد ازاي حضرتك؟ اهلا مساء الخير يا استاذ جابر. الله يخليك يا فندم. كل سنه وانت طيب. ايه حكايه 7000 معلم دي يا فندم؟ تاني ايه حكايه 7000 معلم دي؟ بص حضرتك احنا هنتكلم بس احصائياتنا احصائيات دقيقه جدا. اتفضل يا فندم. المعلم اللي بيخرج على المعاش بيقدم ملف خدمته عندنا عشان ياخد مستحقاته. اتفضل. فالاحصاء اللي بقوله ده احصاء دقيق جدا جدا. احنا دلوقتي في من هقول انا من 1/7/2014 لحد 31/12/2021 363,000 معلم 510 خرجوا على المعاش. معلش الرقم ده تاني، من 1/7/2014 بتكلم في احصاءات دقيقه جدا، من 1/7/2014 حتى 31/12/2021 خرج عندي 363,510 على المعاش. 510 على المعاش. الكارثه بقى بدات معانا في 22. 22 بقى فيها من 5000 ل7000 في الشهر. في الشهر. في الشهر الواحد. اللي قدم ورقه واللي استكمل اوراقه ووصلها للنقابه عندنا عشان ياخد مستحقاته بتكلم، لكن في لسه ما كملش، وفي مثلا في اتوفوا زملاء لينا اثناء الخدمه لسه اعلام الوراثه بتاعتهم ولسه اجراءاتهم ما جاتش. لكن النهارده زي ما قال سياده النقيب بس خلف زناتي نقيب معلمين مصر لحد ما يجي العرب ان النهارده احنا بنعاني. سياده النقيب بيحضر من 8:30 صباحا لحد اخر النهار في النقابه عشان يدبر معاشات خروج على عندنا على المعاش بالاعداد اللي زي ما انت ذكرتها كده حضرتك بنذكرها فيها ما فيش تعيينات جديده، وبالتالي عندنا الموارد قليله جدا عشان نكفي المعاشات. من خلال برنامج حضرتك المحترم طبعا ان احنا يعني زي ما نقول ايه في امل عندنا. الامل ايه هو؟ ان انا بشكر سياده الرئيس بتاع السيسي ممتاز له بجزيل الشكر والاحترام ناخد المبادره بتعيين 150,000 معلم على مستوى 5 سنين 30,000 ودول هينزلوا طبعا ميزانيتهم ان شاء الله في 22 23. دي بدايه جميله جدا جدا لسننا نسد جزء من العجز اللي عندنا ده شكرا للقياده السياسيه. لكن النهارده الاحصاءات ما احصاءات دقيقه جدا، المعاشات خروج على المعاش وهنستمر كده لحد سنه 2024 الاعداد دي لحد 2024 ده خروج على طول باستمرار. ومتوسط اللي بيتحلى على المعاش بياخد قد ايه في نهايه الخدمه؟ نهايه احنا دلوقتي حاجه طبعا برضو بنشكر سياده النقيب ومجلس اداره الصندوق ان النهارده دلوقتي وصلنا ل 30,000 جنيه في نهايه الخدمه. 30,000 جنيه. 30,000 جنيه من السيدي. البدايه كانت 15، البدايه كانت كمان نعتبر 13 وتم توفيق الاوضاع ل 15. يعني اي مدرس بيخرج على المعاش بياخد 30,000 جنيه نهايه خدمه. 30,000 جنيه دي غير المعاش طبعا كل 3 شهور عندنا بحكم الموارد قليله جدا عندنا بياخد 349 جنيه ونص كل ثلاث شهور ده معاش النقابه. لا استنى حضرتك معلش النقابه بتدي له كام كل ثلاث شهور؟ 349 جنيه ونص. يعني بياخد في الشهر 110 جنيه؟ 110 120 جنيه يعتبر 120 جنيه يا لان هو بيدفع اشتراك في كام في الشهر؟ 4 جنيه ونص. احنا عندنا في المكتب عندنا 4 جنيه ونص. ده خلاف اللي هو بياخده خلاف معاشه اللي هو من وزاره التربيه والتعليم والمعاش من الحكومه يعني. لا معاش الحكومه شيء حاجه ثانيه. خلي بال حضرتك كمان من خلال البرنامج برضو دلوقتي ان احنا المعاشات وصل عندنا 140 مليون جنيه كل 3 شهور. يعني رقم يخض، رقم كبير. عشان كده النقيب دايما قلقان عشان يوفر دفعه المعاشات باستمرار فيها لان وصلت 140,000 جنيه. وانتوا فلوسكم بتيجي من الاشتراكات مش كده؟ اشتراكات احنا ما بناخدش جنيه من اي حد من بره كلها من المعلمين. لكن ما فيش اي حاجه دعم من الدوله او من غيره او اي حاجه خالص فيها. طب ما عندنا برضه صندوق الزماله غير ال 30,000 دلوقتي. خلينا النقابه الوحيده اللي اتعاملت مع جائحه كورونا هي نقابه المعلمين. تمام. ساعتها استاذ خلف زناتي نقيب المعلمين اصدر قرار ساعتها ان لازم نتعاون. كان المعلم بياخد 10,000 جنيه اعانه اللي هو اللي بيتحجز في المستشفى 5,000 جنيه في المنزل. وكان بيصرفهم يا فندم؟
تمام. وعلاوة ذلك ان عندنا حوالي 8 امراض فيها بيصرف 20 الف جنيه لا ترد. 8 امراض؟ 8 امراض فيها زوال السرطان، حفظنا اللي هو الامراض الخبيثة، الكلى، القلب. اي حد اي مدرس لا قدر الله يصاب بتتعاملوا معاه ماليا في الحتة دي؟ بياخد 20 الف جنيه لا ترد. طب لو في مدرس الله ما قدر كمان هو خارج وحصلت له حادثة بياخد 40 الف جنيه زائد 30 الف جنيه. امتيازات استحقاها السيد النقيب ومجلس النقابه للمعلمين كتيره جدا جدا، رغم ان هي ضئيله لكن هي قيمه شرعيه عاليه. تمام. جداً لكن جداً انت جداً عندك جداً. مشكله في ان المعلمين بقوا كده هيبقوا قليل، صح؟ عددهم قليل. انا عندي المشكله، بص حضرتك، المشكله ان النهارده حتى المعلم الموجود في الميدان بياخد اكتر من نصابه المقرر عليه، نصابه القانوني بكتير جدا جدا فيها. طب العجز هيوصل لكام يا استاذ محمد؟ يعني هيوصل لكام؟ العجز ده من اعوام سابقه، يعني مش هنقول انا فاهم تراكمات. ما احنا هناخد الكلام ده والوزراء سامعه وكل حاجه سامعه يعني. دي تراكمات قديمه موجوده فيها. تمام. وبعدين لحد ما احنا وصلنا دلوقتي فيها النهارده فيها، لكن النهارده بقول برضه 30 الف ان شاء الله هتبقى برضه حاجه كويسه جدا جدا طبعا باذن الله. احنا مش عايزين، ما بنقولش الكلام ده لان احنا نعمل نوع كده من التخويف بالنسبه للمعلمين، لا 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 ما احنا احنا احنا, احنا بنرصد واقع بكل احترام. لا معلش بس حضرتك اتفضل يا فندم. رغم الظروف الصعبه اللي بيعاني منها المعلم فيها، ان انا بتوجه من خلال المنبر ده جزيل الشكر والتقدير والاحترام للمعلمين الجنود الذين خاضوا التجربه الجديده، خاضوا التعليم الجديد. الله ينور عليك. بنية جديده، بنية جمهوريه جديده. تمام. كل الشكر والتقدير. تمام. ورا المعلم هو ركيز الاساسيه للعمليه التعليميه. انا بشكرك استاذ محمد عبد الله، كل الشكر لمعلمين مصر بالكامل. انا بشكرك استاذ محمد عبد الله، امين اللجنه النقابيه او امين نقابه المعلمين في هذا الاطار.